السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف تعلمت الإنجليزية؟ بدأ تعلم الإنجليزية وأنا في مصر طبعا، لأني كنت بدرس كل شيء في الجامعة باللغة الإنجليزية، لكن كانت لغة طبية. بدأت في سنة رابعة وخمسة وفي الامتياز أدرس الإنجليزي كمادة في المركز البريطاني اللي هو البريتش كونسل، وفي الجامعة الأمريكية، وكذلك في المعهد البريطاني اللي كان في الصحفيين في القاهرة. وانتقلت إلى بريطانيا برضك، كان عندي عقدة في لساني إن أنا ما بعرفش أتكلم. يعني صحيح أنا عندي كمية وحصيلة كبيرة جدا من الكلمات والأفعال، لكن مش قادر أنطلق بيها وأتكلم بيها مع الناس. وحتى لما ذهبت في سنة 76 وفي سنة 77 إلى آخره، برضه كنت عندي خوف من التكلم. حتى وأنا في أبرستويس، وبعدين بدأت أشتغل في جلاسجو لغاية ما جيت برمنغهام في عام 1981 تقريبا. إيه اللي حصل في برمنغهام بقى؟ كنت أنا عضو في الجمعية الإسلامية في جامعة برمنغهام، وبدأوا الشباب يقولوا احنا عايزين حد يخطب بالانجليزي علشان عندنا قليلين من الناس بيعرفوا يتكلموا انجليزي وعربي في نفس الوقت. فطلبوا مني ان انا اخطب الجمعة في الانجليزي هناك. فطبعا انا كنت خايف، بالرغم ان انا كان عندي معلومة، يعني عندي كلمات حصيلة كبيرة جدا، حصيلة طبية، زائد الدراسة اللي انا عملتها في مصر، زائد التكلم مع الناس، لكن كان هو رهبة الحديث للعامة. فرحت وكنت محضر الخطبة في هذا الوقت، وانطلقت بقرأ من الخطبة إلى آخره. والذي جعل لساني ينطلق وفك عقدة لساني هي برضك صلاة الجمعة في يوم الجمعة. فهو تدريب كبير لي كان على الخطابة في ساعة مباركة من ساعات الجمعة، وهي ساعة خطبة. ومن ساعتها وأنا بخطب والناس بتسمع او بتكلم والناس بتسعى معه، وبعض الناس بيقولوا يا ريتنا ما خليناه كان خطب خطبة الجمعة دي. يبقى نرجع تاني مرة لفضل يوم الجمعة وصلاة الجمعة وانطلاق لساني يوم الجمعة في مدينة برمنغهام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.